أهلا بكم، ثق بالوصول ما دمت تجاهد. محمد فارسي أحد أكبر مكاسب الكرة الجزائرية في تربص سبتمبر من وجهة نظر الشخصية، لاعب أكثر من رائع، لاعب محترم جدا للغاية، لاعب موهوب في مركز الظهير الأيمن، لاعب ماتش للتاريخ. محمد فارسي من وجهة نظر الشخصية تحس ان عنده كمية انسجام انه بيلعب من 10-15 سنة مع التيم داخل المستطيل. شابو محمد فارسي. ومن هنا اقدر اقول ان بقى في منافس شرس ليك يوسف عطال في مركز الظهير الايمن. يوسف عطال بالمناسبة لاعب جوكر بالمعنى الحرفي، احد اهم مفاتيح اللعب، احد اهم اوراق الجزائر، لاعب موهوب كسر خطوط تمرير بيني وكسر خطوط الدفاع الخصم بمنتهى الرقية على منتا. لاعب شابو ليك يا يوسف عطال. يغيب رياض محرز مفيش اي مشكلة على الاطلاق، عندنا مواهب عندها جودات تقنية مرعبة بجد، شابو للمنتخب الجزائري الشقيق. بالرحمة ليس باللاعب السيء كما يلقبه البعض من وجهة نظر الشخصية، يحتاج للدعم يا شباب، ثقة بالنفس فقط دون ادنى شك. عموما رغم كل غيابات المنتخب الجزائري، آية عموري وحسام عوار ورياض محرز وبن ناصر، رغم كل الغيابات وغيرهم كتير، إلا أن المنتخب الجزائري يتفوق ويتصدر مجموعته العلامة الكاملة من ماتشين 6 نقاط. هتقولي الموضوع سهل، هقولك لا مش سهل. غينيا الاستوائية اللي انت بتتكلم عنها دي غلبت كودوفوار في كودوفوار 4-0 على أرضها وسط جمهورها. كودوفوار حامل لقب الكان الأخير، مش كده كمان؟ أحب أقول لك غينيا الاستوائية هي اللي أوقفت سلسلة انتصارات المنتخب الجزائري، مش كده كمان وبس؟ تعالى أنت بتتكلم إن ليبيريا، لا المنتخب الجزائري أقصي مرتين من كأس أمم أفريقيا في الآونة الأخيرة بسبب منتخبات واقعة من العاشر مش موجودة على الخريطة زي موريتانيا وسيراليون. لازم أن تبقى فاهم الجزئيات دي، إن المنتخبات تطورت في أفريقيا لأبعد درجة ممكنة. عموما استوقفني تصريح توجاي، أنا عن نفسي بقول إن فلاديمير سيرة ذاتية قليلة شوية. منتخب الجزائر منتخب عريق، 4 مرات تأهل للمونديال، مرتين كأس الأمم 1990-2019 في مصر، و15 عالميا في أكتوبر 2014. منتخب محترم بكل معاني الكلمة. أحب أقولك أنا توقعت إن هو مدرب سيرة ذاتية عادية، لا الجزائر تستاهل وتستحق مدرب أفضل من ده بكتير، ولكن تصريح توجاي استوقفني وخلاني تابعت الماتشين 180 دقيقة كاملين. توجاي في ماتش غينيا الاستوائية الشوط الثاني تحديدا، الجزائر عملت ماتش للتاريخ، ماتش عظمة، ماتش محترم. توجاي قالك ان بين الشوطين حديث الراجل المدرب فلاديمير بيكوتوفيتش اثر فينا جدا وخلانا ان احنا نبذل اكتر مجهود. عموما الراجل ده تكتيكيا ذكي جدا وهادي لابعد درجه ممكنه. تقول لي ازاي؟ اولا في ماتش ليبيريا الناس تقولك ازاي نلعب ب5 مدافعين، يا باشا 5 مدافعين الراجل بدا بيهم التشكيل، عندك ماندي وبين سبعيني وتوجاي، الثلاثه هم فقط مدافعين، انما حجام وعندك محمد فارسي الاثنين طايرين للامام، يعني على الورق انت بتلعب ب5 انما طبيعي داخل المستطيل بتدافع ب3 فقط ودول بيساندوا هجوميا. راجل ذكي جدا هادي على الخط ورزين على الخط، ودي حاجه كويسه بتخلي ان لعيب الكوره بيطلع اللي عنده، اللعيب ما يتوترش، اللعيب ما يضغطش، ما يقولوش مثلا ان في مشكله معينه زي ما كان بيحصل مع جمال بالماضي، ان الحكم ده جاي علينا ركزوا يا شباب، فكل اللعيبه بتبدا ايه تتنرفز على الحكم في كل القرارات وخلافه، انما الراجل ده هادي تكتيكيا، هادي جدا وذكي جدا. في الماتش ده في مرحلة الإحلال والتجديد أحب أقولك إن الراجل أول حاجة عملها اكتشاف واحد زي محمد فارسي، دي حاجة كويسة، ومع دخول بالعيد ومع دخول بن شيخة ومع دخول بعض العناصر زي بدر بوعناني، مع دخول بعض العناصر دي هتفرق كتير مع المنتخب الجزائري من وجهة نظر الشخصية. مع دخول فارس شيبي المنتخب الجزائري في مرحلة إحلال وتجديد، أنا من وجهة نظري مع المدرب ده إن شاء الله بإذن الله هيتخطى الصعاب ويوصل لأبعد نقطة ممكنة في كأن المغرب 2025. منتخب الجزائر منتخب يدعو للفخر، منتخب محترم جدا، منتخب ليه باع كبير في أمم أفريقيا وليه باع كبير في كأس العالم، منتخب محترم، والكرة الجزائرية بأمانة كرة على أعلى مستوى دون أدنى شك. ان شاء الله بمشيئة الرحمن هتكلم تكتيكيا تحديديا عن طريقة لعب الراجل، لان بصراحة الماتشين عجبني جدا رغم اني انا كنت معترض على قدومه للجزائر من الاساس. هتكلم تكتيكيا ان شاء الله وهعمل حلقة مفصلة عن الراجل تكتيكيا وفنيا وبيعمل ايه داخل المستطيل في مراحل بناء اللعب المختلفة ما بين ال3 خطوط، سواء الدفاع او خط المنتصف ولعب الارتكاز او الهجوم، ان شاء الله بمشيئة الرحمن. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. حبيب قلبي دمتم في أمان الله.